حنا اليوم كساكنه ديال الحي جينا امام محكمه باش نعرفوا المآل ديال القضيه ديالنا والتطورات ديالها، لان هذه الجلسه الثانيه، الجلسه الاولى تاجلت، طلبوا تاجيل الساده المحامون، الجلسه دابا الثانيه بغينا نعرفوا التطورات ديال القضيه، فجينا هنا مؤازره من اساتذه الساده المحامون باش يعطيونا المعلومات الصحيحه. اللي بغينا حنا ناكدوا عليه كساكنه ديال الحي هو ان هذا العقار هذا هو جزء من الحي، ماشي الحي كامل، هو 14 هكتار، الحي فيه اكثر من 14 هكتار، هذا 14 هكتار ملي حسبنا العدد ديال المنازل جبرنا كاين 1704 ديال الديور، اللي كتعني لنا تقريبا واحد 30000 نسمه وربما اكثر، فلا يعقل اننا نهددوا السلم الاجتماعي ديال 30000 ديال السكان. القضيه اللي بغينا اخرى نركزوا عليها وناكدوا عليها هي مساله ديال تسييس القضيه. الان حنا ما بغينا حتى شي واحد يجعل من هذه القضيه هذه مطيه للصراعات السياسيه ديالو، هذا السبب اللي خلى الساكنه انها ترفض المحامي ديال الجماعه، ماشي بشي تأولات اخرى، ولكن ما بغيناش القضيه تمشي في الجانب السياسي، لان كل واحد عنده الاختصاصات ديالو، حنا عندنا قضيه في القضاء ولنا كامل الثقه في المؤسسه القضائيه انها تنصفنا، حنا بعادين على السياسه وبعادين على هذه الصراعات ديالو، ولكن ندعو الجماعه ديال طنجه ان تشوفنا واحد الحل جذري بعد ما تنتهي الاطوار ديال الجلسات اللي كاينه هنا. القضيه الاخرى اللي بغينا ناكدوا عليها هي ان هاد الشركه كتروج مجموعه ديال الاشاعات، هي شركه فعلا يمتلكها اجنبي ومعاه مغاربه، جوج ديال المغاربه اللي رافعين دعوه هما ذوي الحقوق ديال المغاربه ماشي الاجنبي، ذوي الحقوق ديال المغاربه هما اللي رافعين دعوه ديال طرد المحتل على الساكنه ديال الحي، وكيف ما نشرت المجموعه من المنابر الاعلاميه تحقيقات على هاد الشركه. الأسر في خطر، الأسر في خطر، المافيا تمشي في حالها، المافيا تمشي في حالها، حومة الشك ماشي ديالها، حومة الشك ماشي ديالها، المافيا تمشي في حالها، المافيا تمشي في حالها، حومة الشك ماشي ديالها، حومة الشك ماشي ديالها. الله معكم وحده من ساكنه حومة الشك، لا انا ولا الوالدين ديالنا ما توصلنا شي بهذا الاستدعاء اللي جابوه من المحكمه، ولكن بما انها وصلتنا الجيران ديالنا فراح اللي وصلتنا كاملين، حيت ما يمكنش في العقل ديال الانسان نتوقعوا ان واحد الدار غتزول او لا واحد الناس غيزولوا واللي قدامها غيبقاو، فالساكنه حومة الشك كامله مضروره، وهاد الناس اللي كتشوفوا هنايا كاينه اللي جاتو استدعاء ودخل داخل المحكمه وكاينه اللي باقي. المطلب ديالنا الوحيد حنا هاد الصباح هذا هو ان حتى شي واحد من حومة الشك ما غيتحرك من الدار ديالو، علاش؟ لان هاد الوالدين ديالنا عملوا ديك الديور بالدم ديالهم وبالعرق ديالهم وبالجهد ديالهم، انا اصغر وحده في خوتي خلقه في ديك الدار وخوتي كاملين خلقي في ديك الدار، فجاه وبقدره قادر بين عشيه وضحاها بان ان هاد الارض مواليها وهاد الارض حنا مسيطرين عليها، لا وكاينه بعض الناس بعض الهوامش او نقدروا نسميهم الرعاع كيجي يقول لك انتوما طاولتوا على الارض انتوما ديتوا للناس الارض، كيف يعقل ان واحد الانسان ساكن 60 عام او 65 كاينه اللي هنا 80 عام، راه كاينين جيران ديالنا شراوها هما باقيين ساكنين في البوادي وجاوا بقاو كيبنيو لا جوره بلا جوره، فكيف يعقل ان هذا الانسان هذا تطاول او لا دا هذه الارض او حازن شي واحد، وحنا كاملين عندنا الوريقه ديالنا المملكه المغربيه كاملين سواء في العقده ضد الضوء او الماء او الضرائب او الويفي او اي حاجه، حتى من حد الوثائق الاداريه والتربويه ديالنا باش قرينا حنا وباش توظفنا حنا كاملين كنا كندفعوا فيهم هذا العنوان هذا اللي هو حي بن كيران والديور مسجلين في الاسم ديال الوالدين ديالنا، ما يمكنش فجاه غيجي شي واحد يقول لك شحال تقامت عليك، اصلا تسعير هذه الارض دابا هي الستينات والثمن باش البني دابا هو الستينات، انا الوالد ديالي ما كنت صغيره كان كيجيب شكاره سماعي ب 30 درهم دابا كتعمل 75، اذا الا جينا نسعروا هذه الديور فها ما كتسعرش لان مبنيه بالدم والعرق ديال عباد الله، ثانيه باش يقول لنا التعويض حنا ما خصنا حتى شي تعويض، حنا خصنا حاجه واحده هي ديك الدار نبقاو فيها خلقنا فيها وغنبقاو فيها، الطريقه الوحيده باش خرجوا منها هي نموتوا تخرج على المحمل ديالك، اما شي طريقه واحده اخرى فما كاينه حتى شي مساواه، هاد الناس هادو كاملين عندهم كلمه واحده حومة الشك الحق ديالنا والديور ديالنا وتا شي واحد ما خارج، والسلام عليكم. انا ساكن هنايا 46 عام، 46 عام الوالد ديالي باش مات دابا عنده 40 عام، باش مات الوالد انا عاد جيت سكنت هنا، انا كنت كاري وشريت عندي اربعه الحجات وديالي خمسه عاد شريت انا وسكنت 45 عام، عاد ظهروا هاد الناس هادو اللهم هذا منكر. انا ولادي انا عندي سبع عوال عمرو ما توصلتو بشي سبع، ما عمري في الدنيا انا شفت شي سبع، دخلنا الماء دخلنا الدوله ما عمري شي واحد جان عندي قال لي هذه الارض الناس شحال تقريبا تقامت لك الدار باش بنيت؟ ما نقدرش نكذب عليك انا ما عنديش فلوس انا باش بنيت، انا بنيتها بالتقطعات
مرة نجبر 500 مرة البيت مرة كذا ماشي نكذبش يعني نقول لك انا دابا عاد نقدر نقول لك انا الدار شحال تقدر تطيح عليا انا الدار دابا نعمل لها القيمة 120 مليون طايحة عليا انا الدار دابا ولا نخدم راسي انا بيدي كنخدم ماشي شي واحد ياخذ فهمتي ولا الناس هادو تقروا علينا ما عرفناش اللهم هذا منكر شحال هادي ما ظهر حتى واحد 10 سنين 20 عام 30 عام انا العلد ابني دابا عنده 20 عام العلد ابني عندي 50 عام وانا ساكنه وما عنديش فين نمشي الله يجعل البركه في سيدنا والله يجعل البركه فيكم وفي سيدنا ما عندناش فين نمشيو حنا احنا كبرنا اولادنا اولادنا مزوجين معنا ما عندناش فين نمشيو الله يجعل البركه في سيدنا عندي ثلاثه هذه 50 عام لا جراب لا جراب حنا طلعناها زعما كانت علينا سهله حنا شاريين ما طحناش في السماء وسكننا حنا شاريين انا الحومه الشوك 60 سنه والحومه الشوك وانا ولادي ولاد ولاد ولادي ودابا ما عندناش الحق باش دونا عطونا دونا الارض ديالنا والدار ديالنا انا بولادنا كل شيء ما عندنا فين نمشيو والاسلام هو هذا الا ما كان الا هذا العقار الا جا هذا العقار لينا حنايا جا العقار كل شيء مش علينا حنايا وحنايا مش حق يحضرونا حنايا انا عندي خمسه لواول وكم نقول هذا اللواول صغارين صغارين فين عملوها هذه مده هذه بلا جوره بلا جوره نطلعوها بلاد شي صحاب طلعنا هذه 20 بعنا الارض وبعنا هذه بجينا شنينا هنا والله كنت فاس وعاجلنا هنا مش حق هذا العقار يجي دافع علينا هنا مش حق هذا مش الاسلام هذا الله يودي منكر هذا منكر منكر هذا 87 وحنا هنايا جينا دخلنا الضوء ديالنا ما عمر شي واحد قالنا في الارض موالي هذه الشركه مشينا عدلنا الضرائب ديالنا عمر شي واحد ما قالنا في الارض ديال الشركه مشينا عدلنا لاكارت مشينا كنمشي للكوميساري عمر شي واحد ما قالنا هذه الارض الشركه كنعدلوا الوثائق ديالنا عادي نعدلوا لنا سوق القرب عدلوا لنا الملاعب ما عمر شي واحد قالنا في الارض الناس معتيني دابا حنايا حنا الحمد لله في الديور ديالنا وهذا المشكل اذا كان عنده مع الجماعه يمشيو يحلوه مع الجماعه حنا بعادين على هذا المشكل هذا حنا كنعرفوا راسنا في الديور ديالنا غنبقاو في الديور ديالنا صافي هذا هو اللي كاين حدث النهار الثاني ديال الجلسه الجلسه الاولى يعني ما كانش فيها حتى شي حاجه ما عطاونا حتى شي معلومات دابا حنايا كنتسناو ان شاء الله يا ربي بالعون ديال الله من المحامين ديالنا اللي عندنا ثقه فيهم بالكفاءه ديالهم وكل شيء باش نشوفوهم شنو غادي يعملوا في هذه الجلسه ان شاء الله لا حنا خصنا المحامين ديالنا المحامين ديال الحي ديالنا هما اللي عندهم الكفاءه تبارك الله وعني فيهم ثقه وكل ثقه هذا الشيء اللي كاين ما فينا العقار طاغيه ما فينا العقار طاغيه